رغم تزايد عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية، لكن لا يزال لاعبي الأهلي والزمالك يشكلون القوام الرئيسي لمنتخب مصر مع جميع مدربي الفراعنة، وهو ما يحدث حاليا مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب خلال 3 مواجهات رسمية في مستهل مسيرته. المنتخب حصد 7 نقاط حصيلة 2 وتعادل، تأهل بهم للمرحلة الأخيرة من تصفية إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وشارك مع كيروش 23 لاعب في 3 مباريات، وكانت الغلبة للمحترفين بوجود 7 لاعبين و6 من الأهلي و5 من الزمالك و3 من بيراميدز ولاعب من الإسماعيلي وآخر من سموحة. في مباراة ليبيا ببرج العرب كان أبرز المستبعدين ثنائي الأهلي أفشة ومحمد شريف، واعتمد المدرب البرتغالي على 16 لاعبا خلال اللقاء بواقع 6 محترفين و4 من الأهلي و3 من الزمالك و3 من بيراميدز، وحقق المنتخب الفوز بهدف نظيف. أما مباراة ليبيا في طرابلس فدفع المدير الفني ب 16 لاعب بواقع 5 محترفين و4 من الأهلي و3 من الزمالك و3 من بيراميدز ولاعب من الإسماعيلي، وحقق المنتخب الفوز بثلاثية نظيفة. وبمباراة أنغولا التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، تم استبعاد طارق حامد ورمضان صبحي، فكانت الغلبة للاعبي الأهلي بتواجد 6 لاعبين والمحترفين 5 لاعبين ولاعبين من الزمالك ولاعب من بيراميدز وآخر من سموحة. في النهاية وضح أن كيروش رغم إجراء تغييرات طفيفة في قائمة المنتخب إلا أنه يعول بشكل كبير على المحترفين بجانب لاعبي القطبين، وظهر التأثير الإيجابي للمحترفين بإحرازهم 3 أهداف من إجمالي 6 أهداف أحرزها المنتخب، بجانب 3 أهداف أخرى للمحليين من الأهلي وبيراميدز والزمالك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، فقرتنا النهاردة هي فقرة التحليل، فقرة الحالة في وقت بسيط. عمل الجماهيرية كبيرة بوجود الكابتن خالد غندور، كابتن هشام حنفي. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وحشني. وانت كمان، أخبارك الحمد ايه؟ لله على السلامة، كله تمام الحمد لله. عندك بيضة البيضة؟ ايه كتير بجد والله. اه والله ريليتد بالزمالك. مش بيضة قوي على فكرة. لا دي انا فاهم. انا بكلم لا بصفة عامة. عندي ريليتد بالزمالك. عندي لا ملهاش قصه. لا انت عربيتك حمراء اصلا. كابتن هشام مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ على سلامك. الله يخليك. كله كويس الحمد لله، كله كويس. عندي قبل ما نتكلم في الكوره سريعا، عندي سؤال زملكاوي وسؤال اهلاوي سراع جدا. بن شرقي هيكمل في الزمالك؟ والله بن شرقي يعني هو ده القرار، قراره. توقعاتك؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد. كل شيء وارد طبعا، عدم الاستقرار. كان معايا الاستاذ طارق جبريل في المداخله في الانترو وقال لي يعني توفير الفلوس في الزمالك مش قبل يناير. هو طبعا اكيد ادرى الاستاذ طارق جبريل الزمالك عنده مشاكل كبيره ماليه. يعني انت شوف كميه الفلوس اللي اتدفعت وهتدفع. صح. يعني صح. عدى يعني هم دفعوا 70 مليون واللي جاي 40 كمان، يعني 110 مليون دفع بس. بعد كده انا معلش يعني الناس مركزه قوي مع اشرف بن شرقي. لا انا مش قصتي اشرف بن شرقي. انا قصتي طارق حامد. ما انا والله العظيم فتحي. والله العظيم كنت جاي ابو جبل. لا انا مش جاي لك في كل دول بصراحه. انا كنت جاي لك في طارق بس. هو ابو جبل جدد اوريدي؟ لا لسه ما جددش فعلا. في عندك ابو جبل ومصطفى فتحي. مصطفى فتحي برضو قيمه كبيره جدا. ابو جبل ومصطفى فتحي وطارق حامد، وفي عبد الله جمعه لعيب كويس جدا، وفي اوناجم واعتقد عمر السعيد ورزاق سيسي، كل دول عضو. طب خلينا نتكلم في طارق. طارق ممكن يتقبل فكره انتظار الفلوس ولا امور تبقى صعبه؟ طارق لعيب كبير واكيد هيجي له عروض كتير. طارق هيجدد في نادي الزمالك. هيجدد. طارق راجل وتاريخ داخل نادي الزمالك وعمل اسمه، وهو طارق ذكي وفاهم، وطارق عرف ان هو يعني يتصاعد بمستواه. طارق كان اول ما جه نادي الزمالك كان احتياطي، ما كانش بيلعب. صح. كان فيريرا مقعده احتياطي. معنى ان طارق يبتدي يطلع كده في المستوى، يعني ده دماغه متركبه مع موهبته. توقعاتك ان هو هيكمل؟ انا توقعاتي معظم لعيبه الزمالك هيكملوا. اشرف بن شرقي عنده عروض كتيره طبعا من قطر
ومن الإمارات. القرار قراره، ويمكن أنا ممكن أقول لك سر. أنا كنت لسه قاعد مع الكارتيرون على فكرة. فسألته السؤال ده. قلت له بن شرقي قال لك إيه وكده. فمستر كارتيرون قال لي خالد بص، المنتاليتي وطريقة تفكير أشرف بن شرقي وحياته الكروية تنجحه في الزمالك وفي أفريقيا. تنجحه فين؟ في الزمالك وأفريقيا. أفريقيا. هو جرب تجربة أسيوية مع الهلال لم يوفق، وجرب تجربة أوروبية مع نانت الفرنسي لم يوفق. تمام. هو في النهاية اختياره. هل اللعيبة دي هتحسبها يعني لم أوفق ولا أمور مادية؟ لا، معظم لعيبة الزمالك المصريين لا هيحسبوها ماديات. أنا بتكلم عن بن شرقي. بن شرقي؟ لا، بن شرقي لعيب محترف يعني. يعني مش هيحسبها لم أوفق أو أوفق أو لا لا لا. هو العاطفة بتقل عند اللاعب المحترف بدليل فرجاني. هو حد كان مرتبط بجمهور الزمالك زي فرجاني؟ صح. وكان التواصل ما بينه وبين جمهور. حسيت منك كده ان ممكن ممكن لا، ممكن يفضل في زمان. كل شيء وارد، كل شيء وارد. كابتن هشام، ثلاث ملفات عايز اسالك عليهم: ديانج، علي معلول، اعاره كهربا، او رامي ربيعه. ديانج طبعا وصل لاعلى فورمه مع النادي الاهلي. ما فيش شك ان انت لما بتجيب لعيب وبيتالق وبيبقى ليه دور بارز في تطوير اداء النادي وتطوير اداء الفرقه، فبالتالي وبيلعب في منتخب بلده، فبالتالي بقى النهارده انت بتبص لبره، وهو كمان لسه صغير في السن، فبتبص ان انت تستفاد منه امتى. لان انا اشتريت لعيب برقم زي ايفونا لو تفتكر. طبعا. ايفونا لما جه كان الصين، راح الصين اعتقد. راح الصين. راح ب 160 مليون. وهو كان جاي ب 40 مليون. طب هو ديانج اتعرض فيه 6.5 ثم 7 ثم بيجددوا العرض تاني، هل النادي الاهلي ممكن يسيبه عند رقم معين ولا الفكره دي مقفوله؟ ممكن عند رقم معين. ممكن عند رقم معين. اللي هو توقعك؟ 8.5 9 8.5 9. رامي يعني. ربيع كهربا ممكن يطلع اعاره يناير ولا صعب؟ ممكن رامي. ممكن رامي. ممكن لو هو حابب ان هو يلعب ممكن رامي، لكن كهربا اعتقد ان هو نفسه يلعب في الاهلي، مش عايز يلعب في الاهلي. ثلاث ماتشات ان هو مش ده انديكيشنز على ان على رادار الراجل ولا مش هدار ولا ما تفرقش فريش خالص. طالما هو ملتزم وبيأدي وواخد وعود ان هو هيشارك الفتره اللي جايه ما بتفرقش اول ثلاث ماتشات. يعني الضغط كان يعني او الوقت كان قصير قوي بالنسبه له. لكن انا عارف ان كهربا ملتزم جدا، بشوفه في النادي بيتمرن وبيأدي في ماتشاته الوديه بشكل كويس جدا وبيجيب اهداف. انا اعتقد ان في كهربا دوره جاي في الفتره اللي جايه. علي معلول هيجدد قريب؟ طبعا، ده لا خلاف عليه. ده حبيب الملايين، ده حبيب الكل. هل بن شرقي ممكن يبقى في النادي الاهلي؟ وارد. وارد جدا. تتفق؟ بن شرقي؟ لا يمكن. ليه؟ بن شرقي مش هيلعب في مصر غير الزمالك. هل ممكن علي معلول يروح الزمالك؟ ممكن علي معلول يروح الزمالك؟ يسأل علي معلول. انا من الزمالك. بقول اصل طالما سألته بن شرقي يروح الاهلي، طب ليه ما نديش برضه مثال لان علي معلول يروح الزمالك؟ طب ممكن لو صبرت دقيقة كنت ممكن نقول السؤال. ماشي. عارف ليه مش هسأله؟ اقول لك ليه مش هسأله. لان انت شايف ان علي معلول عنده استقرار مالي صح واداري بالظبط وناجح. اشرف بن شرقي لعيب ناجح بس ما عندوش استقرار ولا اداري ولا مالي في نادي الزمالك. فبقى زي ما بيكونوا ايه يعني، ده ما عندوش استقرار مالي واداري فممكن الاهلي يخطفه من الزمالك. لكن الناحيه الثانيه ما حدش يقدر يخطف حد من الاهلي لان هو عنده استقرار مالي واداري. طب انت قلت ليه لا؟ لا انا بقول لك اهو، انا الايام مبينه. مش احنا الفقره دي مستمره مع بعض ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله. كارتيرون مكمل مع الزمالك؟ طب معلش انا اسف ان انا اقطعك يعني. هو وعلي معلول ليه ما جددش لغايه دلوقتي؟ يعني يعتبره جدد بالظبط. ليه طيب؟ خلص الموضوع. لا اعتبره جدد. يعني ايه اعتبره جدد؟ يعني خلاص، يعني هو من 48 ساعه اتفق على كل حاجه وتقريبا اعتبره مضى العقد. تمام. يا كابتن، هي النقطة بس النقطة كانت في سنتين أو ثلاثة يا كابتن، هي النقطة في سنتين ولا ثلاثة ورقم معين كمان. لا النقطة في رقم. برافو عليك. في حاجة تانية؟ في حاجة النقطة في رقم. أنا في رقم بس سنتين ولا ثلاثة على فكرة وما وصلوش. علي معلول وأشرف بن شرقي فرجاني وأي لعيب القصة بالنسبة له الأولى هي المادة، الفلوس. هقول لك قصه مشواري الكروي، فاضل لي سنتين ثلاثه، وصلت ل 30 31، عايز اعمل اخر عقد ليا وانا متالق واخد الفلوس اللي انا عايزها. صح، بس في حته هنا بتختلف. اوعدك في مكان فترات مع بطولات كتير مع نجاحات كتير بتخليك تعمل حسبه للاخر.
يعني بتشوف انا هفنش ازاي الجمهور ده في ظهري ازاي، انا هبقى نجم واسطور من اساطير الحته دي، يعني ليها تفكيرات كثيره جدا جدا. على فكره شفناها مع محمد صلاح في ليفربول. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. الصوف العام فيها مذيع؟ لا لا ولا يهمك، بيتك ومطرحك يعني، انت شغال جنبينا مش بعيد. واسال هشام كمان. ليه اشرف بن شرقي النهارده تونس اتغلبوا من غينيا صح؟ امبارح واحنا تعادلنا مع انجولا. واشرف بن شرقي مش لعيب اساسي خالص في المغرب. صح ولا انا غلطان؟ لعيب ممكن ينزل 5 دقايق 10 دقايق. تمام. طيب ليه الماده اللي بينافس الاهلي والزمالك في اللعيبه دول هم بس دول الخليج؟ ليه ما فيش نادي اوروبي بينافس؟ مستويات بعيده. ليه نادي اوروبي ما بيديش علي معلول مثلا 5 مليون دولار؟ ليه اشرف بن شرقي ما ياخدش 2 مليون دولار؟ انت رديت على السؤال قبل ما تبتدي. سن رقم واحد، سن انا هفكر اجيب واحد دلوقتي صغير في سن ولا كبير في السن. رقم اثنين هو خلاص عنده تشبع، فهو النهارده لما يجي يفنش يا اما هفنش في النادي اللي انا فيه عنده استقرار زي ما قال كابتن سيف، بطولات هتوديه في حته ثانيه، حبه لجماهير النادي الاهلي ده اللي فرق معاه جدا. هو البطل، هو انت وديتني في حته ثانيه. لا اتكلم على اوروبا. خالد رد، ما اوروبا لا 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 رد قبل ما يسال. انت قلت انت كنت مع كارتيرون. وكارتيرون قال لك ان منتاليتي بن شرقي كمان صح وطريقته ما تخلوش ينجح غير في مصر وافريقيا. انت اللي قلت. ايوه ليه؟ عشان منتاليتي وتفكير. ما هو أنا وامكانيات. انتوا بتودوني في حته تانية. انا بسالكم. انا راجل لعيب جامد جدا. انت جامد جدا على قد الحته دي. ايوه ما انا لا انا لا ما انا بكلمك بقى ليه العين الاوروبيه ما هو انا لا تنظر لهؤلاء اللاعبين. لان انت جامد هنا بس. انت جامد في الحته دي. مش جامد في الحته دي. ماشي وده اللي انا عايز. سن يا خالد وده اللي انا عايز اوصله. لا 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 دي على فكره واضحه. عايز اقول لك حاجه، ليه من الصعب ان الدوري الاوروبي ياخد من عندك دايركت حتى محمد صلاح حتى النني؟ رمضان صبحي حتى رمضان صبحي ليه لازم تطلع تركيا او سويسرا ثم بعد كده تبقى محطة. تروح ايطاليا ثم بعد كده ليه؟ سيف. لان العالم بيتحرك في بلان ثابت. يعني الدوري الانجليزي بياخد من حتت معينه. انديكيشنز ان الحته دي ما بتاخدش غير لعيب جامد فاخد منه. سيف ممكن اقرا لك حاجه؟ اتفضل. اخر تجمع ده، اخر معسكر تونس اللي موجودين في المنتخب 20 محترف. 5 من فرنسا، 3 من مصر، 2 من انجلترا، 2 من قطر، 2 من 1 من الامارات، روسيا 1، تركيا 1، المجر 1، الدنمارك 1، ايطاليا 1، السعوديه 1، هولندا 1. المغرب 22 محترف في المنتخب. 4 من فرنسا، 4 من اسبانيا، 4 من انجلترا، 2 من ايطاليا، 2 من تركيا، 2 من هولندا، 1 من المانيا، 1 من مصر اللي هو اشرف بن شرقي، 1 من المجر، 1 من بلجيكا. السنغال 22 محترف، 8 فرنسا، 6 انجلترا، 3 ايطاليا، 2 تركيا، اسبانيا، المانيا، بلجيكا. الجزائر 24 محترف، 4 من فرنسا و4 من قطر ومن السعوديه ومن انجلترا ومن ايطاليا وبلجيكا وهولندا والمانيا واسبانيا وتركيا وتونس وسويسرا. مصر 5 محترفين، 2 انجلترا، 2 تركيا، 1 سعوديه. تمام. بس عايز توصل ليه؟ مصر 100 مليون عندها في قائمه ال 26 اسم. 5 محترفين منهم 1 من السعوديه و2 في تركيا و2 في انجلترا. تمام. وكل المنتخبات بقى اللي هي تصنيف اول واللي هي عندهم اقل 21 محترف و25 محترف و24 محترف. بس عايز اقول لحضرتك خالد، كلامك صح مليون في الميه، لان هم عندهم ثقافه احتراف مختلفه. ولكن في الاخر في احيانا بيبقى حشو كتير. يعني انا عندي 20 محترف بس فين؟ في نادي ايه؟ هتدور هتطلع 2 3. لا 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 انا بكلمك على الدوري الفرنسي عندي مثلا 8، الدوري الايطالي عندي 3، الدوري الانجليزي عندي 2، الدوري التركي عندي 2، الدوري السعودي مثلا عندي 2، الدوري كده. يعني انا بكلمك في انت في النهايه الحشو ايه؟ انت محمد صلاح مع احترامي يعني النني، هو النني لعيب اللي بيلعب السنه دي في الارسنال؟ ما بيلعبش السنه دي، لعيب كويس بيلعب في الدوري الانجليزي. يعني لا انت بتقول الحشو انا بتكلم. لا يعني قصدك عندك لعيبه تقال. انت عندك النني، كان عندك المحمدي وعندك صلاح وعندك النني وعندك المحمدي وعندك حجازي في الدوري. بكلمك دلوقتي انت 100 مليون، انت اكتر دوله. انت عايز تقول ان لازم عايز يقول ان على القاعده 25 و30 محترف. عايز يقول ان القاعده لازم اوروبا ما يروحوش. طبعا دي مشكله عندنا. لا لازم نحلها. وعندنا ليه؟ هو الجزائر اعلى راتب للاعب كام والتونس اعلى راتب للاعب كام؟ احنا عندنا كام؟ 40,000 دولار و50,000 دولار بالظبط. انت عندك النهارده انت عندك لاعب هنا بيطلب 2 مليون دولار في السنه. يعني اللعيب المحترف اللي هو اشرف بن شرقي او علي معلول او او اليو ديانج او خلاص، اللعيبه دي بتوصل لمرحله 2 مليون. وفرجاني ساسي ما مشي ليه؟ ما
ما هو فرجاني مش عشان راح الخليج خد 3 مليون. صح. ارجع تاني لسؤال بقى مهم وهو يخص الدوري المصري قبل ما نروح للمنتخب، ايه الفرق بين الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ وهل في منافسه على الدوري الممتاز الثاني ولا لا؟ اه طبعا في منافسه طبعا، وفي فرق طبعا في، مش هقول كبير، لكن في فرق طبعا في الاداء السنه دي. النادي الاهلي الاداء الاهلي السنه دي مختلف، وده شفناه في اول 3 جولات. مش هقدر اكمل عليه الموسم كله، لكن انا بتكلم على سكواد بتاع النادي الاهلي، عنده بدل البديل 2 و3. هل احنا نقدر كرويا، احنا بنتكلم دايما فنيا كرويا، نقدر نقول اهلي زمالك بيراميدز، ولا ظل الاهلي وزمالك في حته والبيراميدز في حته تانية؟ اهلي وزمالك في حته طبعا. رقم واحد. يجي بعديهم يعني بيراميدز ممكن يجي بعديهم. انا كنت شايف ان محمود ودي كان بيتكلم كويس، يقول لك ان احنا ما نقلش على الاهلي وزمالك، على الاهلي وزمالك وامكانيات، ولا عندنا ضغوط. بس انت كده اختلفت معاه. طبعا لازم اختلف معاه، لان هو في كيان ثابت عندك الاول يا كابتن، عندك قاعده. القاعده دي موجوده متماثله في اعلام، في جماهير، في مؤسسه بقى لها يعني 100 سنه. اذا انت بتقول ان مفيش منافسه الاهلي والزمالك في حته وبيراميدز في حته، فبتخلي تتفق وتختلف. اتفق مع هشام في كل كلامه. الاهلي والزمالك ايه اللي بيخلي اللعيب ياخد بطوله؟ اولا اللعيب عباره عن كم من المشاعر والعاطفه والدوافع والقدرات، والماليات وكل الحاجات بقى المختلفه. صح. الزمالك والاهلي عندهم الشهره لا تقارن ببيراميدز، ما تلعب في الزمالك واهلي غير ما تلعب في بيراميدز. عندهم الضغوط العصبيه الملقاه عليهم في الشارع لو اتعادلوا في ماتش غير طبيعي. بيراميدز لو اتعادل النهارده بكره بعده مش هتفرق، ولا حد هيقول لهم حاجه في الشارع، اول لو شافوهم في الشارع عبد الله حبيبي ما اعرفش، ولا هيتكلموا على نتيجه. مش في دماغهم النتيجه خالص، هو تفهم ان انا شفت عبد الله عايز اتصور معاه. لكن واحد زي رمضان مثلا لما بيمشي في الشارع دلوقتي البعض بيبقى ضده، لانه ماشي من الاهلي. تمام. وبالتالي اللي انا بقوله ان نادي اللي ياخد بطوله لازم يكون نادي جماهيري، اعلام مساند، احنا في زمن الاعلام لابد ان يكون مساند. دوافع اللعيبه لازم اللعيبه تخاف وتعمل 100,000 حساب للجمهور اللي بيشجعها عشان تموت نفسها في الملعب. ما يكونش الدافع فقط هو دافع مادي. بدليل عبد الله السعيد، ما عبد الله السعيد ما كان عايز يمشي كان بيقول ايه؟ انا عايز امشي عشان اخد بطوله، انا عايز امشي عشان. طيب لو انت كلامك مظبوط وكابتن هشام كلامه مظبوط، طب ما واحد دلوقتي قاعد بيتفرج عليه يقول لك ده بيراميدز اول سنه عملوا النادي، طلع وصيف دوري وصيف كاس، كان ممكن ياخد دوري ممكن ياخد كاس، كسب اهلي وكسب زمالك. بص، ايام المستشار تركي آل الشيخ قصه، دلوقتي قصه تانية. تمام. القصه دلوقتي الدنيا ماشيه ظريفه، تكسب ما تكسبش مش مشكله. يعني الدنيا ماشيه. تعرف انت لو كان الزمالك ولا الاهلي بيلعبوا في دور قبل النهائي في الكونفدراليه وجي الكره لمحمد فاروق راح مضيعها، هيوصل النهائي. بيراميدز هيوصل النهائي. طق كده نهائي، وخد البطوله على فكره. كان هياخد بطوله ونفاق ستيف النهائي وضيعها. جه احمد توفيق طق ضيعها برضه، واتغلب. اقسم بالله مصر كانت اتقلبت لو زمالك واهلي. لكن هل بعديها حصل حاجه؟ اللعيبه زالت شويه وعادي الدنيا عدت. يعني انت مقتنع ان الاهلي والزمالك السنه دي في حته ثانيه؟ الزمالك والاهلي هيفضلوا طول الوقت في حته ثانيه، خصوصا في مصر. بس انا حاسس البيراميدز السنه دي مختلف، هادي جدا وماشي بخطى ثابته. وممكن الاهلي الزمالك مثلا يتعثر ماتش الاهلي ماشي بشكل كويس، يعني ممكن يخش. ده وارد يا كابتن، عادي وارد جدا ان انت النهارده نتيجه، انت بتلعب فريق كبير برضه في النهايه، ولاعيبه خبرات كلهم، لعيبه كبار كلهم، وعندهم مدير فني محترم ايهاب جلال، يعني حدث ولا حرج يعني. ففي النهايه هو عنده طموح ان هو يكسب الاهلي والزمالك، لكن المنافسه بقى انك تكمل المنافسه ده بيبقى صعب. عايز اسالك سؤال تاني. مره كان كابتن شريف اكرامي كان مع كابتن شوبير وكانوا بيتكلموا على رمضان، بس انا عايز اتكلم على رمضان، عبد الله، احمد فتحي، شريف اكرامي، الاربعه مع بعض. قال ان ارقام رمضان مع بيراميدز ارقام عاليه جدا، وممكن تكون ارقام افضل من الاهلي، بس الجمهور ممكن مش شايف او الناس مش عامله يعني اهتمام بالقصه. هل ده ممكن يكون مظبوط للاربع لعيبه؟ يعني لما تيجي تسمع ان فريق فيه عبد الله، فتحي، شريف اكرامي، علي جبر. ما فرقه طبعا طبعا اكيد رمضان وممكن زي ما حضرتك بتقول يا كابتن سيف ان ممكن الواحد مش واخد باله، او انا مش عايز اخد بالي. ممكن يبقى انت عامل ارقام، او انت مثلا مستواك مميز جدا مع الفرقه انت شايف ده وكسبان ده. لا انا شايف ان قلت منهم حاجات. هم بيلعبوا بلا ضغوط المره دي، يعني ما عندهمش ضغوط. انا بلعب كوره للمتعه،
بيراميدز بيلعب للمتعه، يمتع نفسه يكسب يتغلب فعلا زي ما قال خالد، يعني عادي يعني هيبقى زعلان شويه لكن مش زي ضغوط الاهلي والزمالك لما يخسر ماتش. يعني دي مزوداهم ولا مقللاهم؟ مقللاهم. لا مقللاهم طبعا 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 مقللاهم. يعني انت مقتنع ان هم قالين عن مكانه؟ طبعا. انت مش رمضان صبحي تم استبعاده؟ حد اتكلم عليه؟ اتكلموا على محمد شريف وقفشه، محمد شريف وقفشه وطارق السعيد وزيزو مع التفاوت يعني في الكلام على الاربعه. حد اتكلم على رمضان؟ محدش ركز مع رمضان خالص. رمضان ده لو في الاهلي وتم استبعاده كان هيحصل ايه؟ ولو خصوصا لو مكسر الدنيا وعامل ماتشات كويسه. ورمضان ندم على فكره. رمضان ندم واضح يعني انه ندمان انه مشي لحساب الاهلي. حسيتها ازاي ندم؟ ايه؟ يعني حسيتها ازاي دي؟ حسيتها بنفسه مع رامز جلال طلع ورامز قعد يرميها له وقعد يقول له، قال له انا طب انا عايز ترجع الاهلي؟ انا عايز ارجع الاهلي بس انا في بيراميدز دلوقتي. ثم يوافقوا يعني طبعا ندمان لان هو في النهايه شاب صغير اتخذ قرار بانفعال. يعني ايه؟ مثلا حد قال له مثلا ايه، شوف مستقبلك مثلا، او هو ده الفلوس، او قدامك ساعه. انت قدامي ساعه؟ طب انا ماشي. فاهم قصدي؟ اللي هو مفيش تفكير عميق في فكره ايه اللي جاي وايه واللي بعد كده والدنيا رايحه لفين. انا اعتقد ان هو فكر مليون مره، اكيد ده اكيد فكر مليون مره عشان ياخد قرار زي ده، ان يمشي من النادي الاهلي وهو احسن لعيب في النادي الاهلي والبطولات واعلى راتب كان هيجي له الفتره اللي جايه. ندم فاكيد. لا اقول لك حاجه بس كويس. تفكروا فيها، ده خمس ست بطولات الاهلي بعديها تفكروا فيها كويس. انت كابتن خالد يعني انتوا نجوم كبار ولعبتوا في ظروف كتير قوي، تعرضت لضغوط اللي هي تشقلب دماغك؟ لا لا، ايامينا ما كانتش في ضغوط. دي ضغوط ماليه يعني؟ لا انا تعرضت لها. ما تقدرش تحكي بس لا، وانا ما اقدرش. انا اقسم بالله، انا اقسمت لك بالله. اهدى بس، انا بقول لك اهو. اهدى طيب. بص اقسم بالله لا يمكن. لا لعبي في نادي الزمالك بص ايامينا ما كانش في انديه ثانيه. عيش معايا اللحظه. ما فيش انديه ثانيه. انت ما سمعتش السؤال. انت بتتسرع عشان ما تسمعش، مش متعود حد يسالك. اصل هتقارني بين الماده والزمالك؟ انا مش هقارن، انا هسالك سؤال. تمام. انت خالد الغندور تمام تلعب في الزمالك دلوقتي، ربنا يديك الصح. تمام. ظروف الحياه، جه حد معاه شنطه فيها مثلا ايه 40 50 تمام، اي راس في ثلاث سنين مش مهم، ماليش دعوه في كام. ما هو لا، ما هو لازم دي واحده بس. تمام. انت جه حد خالد خد ده هضمني في النادي الفلاني، تقعد مع نفسك كده خمس دقائق فكر فيه. لا انت معلش، انت هقول لك تاني. رمضان اتعرض عليه. لا في سيبك الأهلي. من رمضان انا ما بقول لك. لا عشان عشان العرض بس. لا سيبك من رمضان. لا ما هو اتعرض عليه مثلا. انا ما بتكلمش في الافلام، انا ما بتكلمش برضه على رمضان، انا بتكلم خالد غندور. ماشي. ما هو لازم يكون في يعني هنا كام وهنا كام. ما انا بقول لك اتعرض عليك مثلا. ما انا اتعرض عليا هنا، اتعرض عليك هنا 30 في السنة. لا دي واحده بس. اتعرض عليك هنا 30 وهنا مثلا 10. انا بكلم انت كخالد. سيبك مفيش كده، سيبك بس من رمضان. مفيش كده والله. امشي معايا واحده واحده. لا ما انت هتغلي. ما انا جاي لك انا وانا قاعد. انا دي واحده جاي لك انا. انت عرض عليك 30، انت بس بتاخد 10، هتعمل ايه؟ لا مفيش كده، مفيش حد بيعرض كده. طب انت رافض تمشي معايا واحده لا واحدة. ما ينفعش. ما انت عايز تخلي السؤال يروح للحته. لا هو في عرض 13 مليون وعرض 17 مليون. يعني عرض مثلا رمضان 13، الاهلي هيديله 13 والزمالك هيديله 20. انت فاهم او الاهلي هيديله 20. انت فاهم كده؟ لا انت فاهم ان العرض يعني عرض 13 و17 فرق 5 6 مليون. انت فاكر كده؟ فرق 5. ما هو في النهايه الثلاث سنين هيفرقوا 15 او 16 او 17. لا انا يعني معلش، اللي هيعرض عليه 14 مليون زي اللي هيعرض عليه 20 مليون. اقول لك حاجه الصراحه. حتى طموحاتك مش قادره تروح يا خالد. اللي بياخد إيه؟ خليني بس اخلص. هو طموحات ماليه بس. خليني اشرح لك ال 13 وال 17 لو احنا بنتكلم في الجزء المالي. ده مش حجم مقارنه، لان انت هنا عندك اعلانات وعندك قصص، فالمشوار بقى بعيد. لا أيه. المشوار لازم يكون مختلف عن كده بكتير. يعني هو خد 30 مثلا. انا مش بتكلم عن رمضان برضه، ربنا يبارك له في تفاصيله. انا بتكلم على الارقام بصفه عامه. عشان تيجي تجيب الورقه دي من هنا لهنا، الرقم ما يبقاش سؤالك لخالد من جنيه لجنيه وخمسه. سؤالك لخالد لو الزمالك هديني 10 وبيراميدز هديني 30 هروح الزمالك. بلاش بيراميدز، انا بتكلم بصفه عامه. لو اي نادي هيديني 30 والزمالك هديني 10 هروح نادي الزمالك. هتروح الزمالك؟ اقسم بالله. اشياء دلوقتي ولا على الضغوط قبل واحنا بنلعب؟ انا بتكلم. انت ما سمعتهاش اصلا. لا انا عايز بس عشان ارجع لك بحاجه، لان انا حصلت معايا مع نادي الزمالك. انا اتعرض عليا وانا في النادي الاهلي، وكان القرار انك لازم تلعب 6 سنين فريق اول وبعد كده يتعمل لك عقد. القرار ده اتلغى، لان انت طبعا عشان تطلع وانت ناشئ عندك 18 سنه لازم تلعب 6 سنين، فيبقى عندك 25 سنه وبعد كده يتعمل لك عقد، فبتلعب ببلاش. فالقرار ده اتلغى، اتعمل 3 سنين بس. تمام. فكنت انا في الفريق الاول وانا عندي 18 سنه ومع النجوم طبعا، حضرتك كوكبه يعني.
ففي الوقت ده كان لازم يتعمل لي عقد. اه فالكابتن صالح خد قرار من رحمه الله عليه من انجلترا ان انا يتعمل لي عقد. الزمالك عرف. اه انا بكلمك بقى وحياه النعمه دي دلوقتي اللي على عينيا يعني. تمام. فقعدوا معايا واتكلموا معايا وحطوا رقم يعني انت مش متخيل. كام بقى؟ كان مليون جنيه. مليون جنيه سنه انا ماضي سنه مش فاضي معاهم يعني كنت ماضي في النادي الاهلي سنه 94 بعد البطوله العربيه 94 95. والله يا كابتن زي ما بقول لك كده اقسم بالله خيال وراح لحته. لا مش خيالي والله انا بحلف لك بالله. انت سمعت رايح انا وياسر ريان يا كابتن. انا اخد كلامي اكمل. مليون جنيه انت عارف كنت باخد كام يا حبيبي؟ 90 ده كنت احسن لعيب كوره في مصر على فكره. انا عارف انا كنت 120,000 جنيه يعني الغندور ياخد 120 ياخد مليون. كنت واخد احسن لعيب في مصر 94 يا كابتن. انا واخد احسن لعيب في مصر وثلاث سنين. هقول لك بس مش في السنه. مش في السنه اكيد. مش في السنه. مش في السنه. ما انا بقول لك مش ايه مش في السنه. اربع سنين مثلا. لا في ثلاث سنين. طب راجل طب ما وضح. طب ما انا لسه انا طب دي واحده بس يعني انت هتروح ب 350 في السنه. 350 عارف حازم الغندور بياخد 100. عارف حازم في الاهلي كان ايه؟ حازم رجع بكام هو وحسام ابراهيم؟ 100 و100. حازم راح اودينيزي ورجع عارف كان بكام؟ ب 250,000. 250,000 يعني انت هتروح اغلى من حازم الغندور؟ حازم بعديها بثلاث سنين. انا كنت ساعتها واخد احسن لعيب في مصر قبل الرباط. يعني تاخد ثلاث اضعاف خالد الغندور؟ كابتن انا اتعرض عليا. هو مش حاجات انا اتعرض عليا. هم بتبقى ممكن هي اتعرض عليا مليون انا وياسر ريان. تنافس. هيطلب ياسر ريان الزمالك والاهلي بس هو حظه ان هو نايم. وياسر كام؟ كنت انا وياسر رايحين مع بعض. في الوقت دوت كابتن صالح اللي هو هشام رحت انا فعلا مضيت في النادي الاهلي مع الحاج تيسير هواري بره النادي كان ساعتها ب 150,000. بس انت متاكد ان ياسر عارف الرقم ده؟ ياسر؟ لو عرف كان مضى. كان عارف والله. كان مضى على ياسر؟ لا ب 150 ما رضاش والله. انا والله كنت ساعتها والله مضينا ب 150 خمس سنين. خمس سنين. حتى كان النادي كان اصلا قرار النادي يا كابتن كان بعد ما 50. بعد ما بطلت كوره فكرت لقيت ايه؟ يعني لقيت ان انا كان لازم اختار الماده او بره مش لازم اهلي وزمالك مقارنه يعني بصفه عامه. كان لازم اسافر بره في وقت ما. لكن انا لما اخترت صح ان انا ابقى في النادي الاهلي. تبقى في النادي الاهلي. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف الفلوس اللي راحت دي راحت فين بعد الفاصل. نرجع تاني بقى ونخش كده سريعا على المنتخب الوطني. المنتخب الوطني وتغييراته. كيروش احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت كيروش مره ساب قفشه وشريف ومره الثانيه ساب لعيبه مهمه جدا طارق حامد وزيزو ورمضان. بص اولا عايز بس اقول كلمه. كارلوس كيروش مدير فني كبير قوي صح. مش احنا اللي هنقيمه صح كمدير فني يعني مش احنا بنقول ارائنا. ارائنا دي جنب مستر كارلوس كيروش ما تجيش مثلا 5% من خبراته من تدريبه من سنوات تدريبه للأندية للمنتخبات اللي درب في كأس العالم أكتر من مرة صح. يعني فده قيمة كبيرة جدا. لكن ممكن نختلف في شوية حاجات. أولا طارق وزيزو وقفشة والشريف ورمضان لعيبة مش أساسيين خالص مع مستر كارلوس كيروش. لعيبة مش أساسيين تمام. يعني هما الخمسة مش في الحداشر بالنسبة له تمام. نمرة اتنين الاختلاف بس عندي على نقطة ان هو بقاله ايام قليلة على فكرة كارلوس كيروش القصة يقولك وناس تقعد تقطع فيه وما غيرش وما عملش ونفس المستوى وبتاع. اولا كارلوس كيروش مسك المنتخب 8 ايام ومسك المنتخب بقاله 3 ايام او 3 4 ايام بس. يعني كارلوس كيروش كل معسكراته مع منتخب مصر 8 ايام و3 ايام ولسه مكمل ماتش الجابون تمام. وصل للي احنا عايزينه اللي هو ايه اللي يوصل للمرحله النهائيه. خد بالك تطلع تتغلب كل الماتشات زي ما تتغلب اخر ماتش الوصول كاس العالم. الهدف هو الوصول كاس العالم. يعني ان انت توصل للمرحله النهائيه ده مش انجاز. يعني ده مش انجاز. ده الانجاز هو الوصول لكاس العالم. النقطة الغريبة أنا شخصيا أنا بقالي دلوقتي محمد شريف بقاله لا يقل عن 3.5 سنين بيلعب راس حربة من ساعة ما انتقل لإمبي وكان هداف ثم رجع للنادي الأهلي ابتدى يلعب في مركز راس حربة تمام. وما جه لعبه في ماتش ليبيريا لعبه راس حربة تمام. وما جه اتفرج عليه في ماتش الزمالك اللي تألق وجاب جونين كان بيلعب راس حربة. فجه استبعد عمر مرموش عشان مصاب. علامات استفهام برضو على استبعاد رمضان صبحي. رمضان صبحي
الراجل اما كان معايا في المعسكر اما انا اخترته بناء على رغبتي انا ككارلوس كيروش نزلته اخر 10 دقايق في ماتش ليبيا جاب لي الجون الثالث تمام، رجع تالق مع بيراميدز وفرقته كسبانه 3 ماتشات. فهو استبعاد رمضان على اي اساس؟ انا مش فاهم برضو ليه اساس. طب ده عمر مرموش كمان مش موجود، يعني انت ممكن كمان لو في اعجبت بواحد عايز تلعبه فكده كده رمضان موجود. لا انت استبعدت رمضان، معرفش ليه. جيت لعبت محمد شريف ناحيه رمضان وهو راجل بقاله 3 سنين ونص ما بيلعبش في الحته دي، غريبه جدا. فما جيت خرجته ما نزلتش طرف، ما نزلتش مصطفى فتحي مثلا، ما نزلتش يعني، لا رحت منزل احمد ياسر ريان مكانه. ايه يعني ايه يعني ليه احمد ياسر ريان؟ احمد ياسر راس حربه عمره ما لعب في حياته هاف ليفت. فاشمعنى ما جيت نزلت مروان حمدي وطلعت مصطفى محمد؟ تمام، برضو يعني التغييرات كانت غير منطقيه واماكن اللعيبه غير منطقيه. بجانب ايضا كان مشكلتنا في الشوط الاولاني ان احنا ما عندناش قاطع الكرات اللي هو رقم 6 السليه والنني، مش من اللعيبه. لا طارق انت يعني. انا بين، لا انا بين الشوط، لا ما طارق مش موجود خلاص. انا بين الشوطين بتتكلم على يعني ان المنتخب افتقد طارق قصدك؟ انا 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 طارق طبعا طارق المنتخب يفتقده لان هو من 2016 لم يتم استبعاده، ولكن انا بتكلم على حمدي فتحي. حمدي فتحي هي النوعيه القاطع الكرات، فانت ما ينفعش تلعب النني والسلية، ممكن تلعب السلية وحمدي او حمدي والنني. بدليل هو راح اما جه غير راح منزل حمدي وراح مطلع تقريبا النني كانه هو الفري في نص الملعب او صانع الالعاب اكتر. فبرضه دي علامات الاستفهام على التغييرات، على الاماكن، على الاستبعاد. برضه كلام يعني لا منطقي في الاماكن اللي اختارها مستر كارلوس كروش لبعض اللعيبه ومنهم محمد الشريف واحمد ياسر ريان اللي كان التغييره بتاعته. هشام عندك رد؟ بص يا كابتن، هو الراجل بطبعه زي ما قلت لك قبل كده ان البرتغاليين لهم مدرسه خاصه، خلاص اتفقنا على كده. رقم 2 هو بيلعب 4-3-3. طيب هو النهارده عنده غياب لعمر مرموش، طب مين النهارده اللي هيبقى مكانه؟ هو شاف ان خروج قفشه وشريف من المعسكر اللي فات ده كان يعني اكيد راجع حساباته. لقى النادي الاهلي ولاعيبه كويسه فعلا بجد ولاعيبه كبيره، فما كانش ينفع يخرجوا لان هو جه على ماتشات وديه كان شايفهم وكانوا هم اساسيين في المنتخب، فعارف ممكن تراجع حساباتك للحظه، فهو راجع حساباته. فخلاص جهاز المعاون ناس محترمه جدا، ناس قديره جدا، اكيد اتكلمت ان شريف ممكن يلعب طرف عادي ما عندناش مشكله، يبقى انت تلعب مصطفى محمد وهنجيب المره دي احمد ياسر ريان ان هو سبعه كوكا، وهيبقى محمد صلاح موجود، وعلى الطرف اللي هنا عندك محمد شريف. انا كان عندي بس ملحوظه ان انت النهارده طالما عمر مرموش مش موجود يبقى لازم يبقى في اختيارات. حتى افرض شريف كان وحش، افرض كان عيان، افرض حصل اي حاجه، مين اللي هيلعب في الحته ديت؟ فده رقم واحد. رقم اثنين، انا اعتقد ان المكان ده بتاع تريزيجيه. يعني المكان ده تريزيجيه ان شاء الله لما يرجع بالسلامه ويبقى بيقف على رجله هو رقم واحد في الحته دي، لان احسن واحد في الطرف محمد صلاح هنا وتريزيجيه هنا وهيلعب براس حربه صريح. طب هل ممكن شريف هو المنافس بتاع رمضان في الحته دي؟ لا رمضان هيبقى بعيد. والله هيبقى بعيد. هيبقى بعيد. هل هو رمضان ينافس ممكن قفشه لو رجع لمستوى او يعني لو حطه في حساباته؟ هل هو طارق حامد على رادار الراجل اصلا؟ هيبقى موجود. لكن هو ممكن يعني هو شايف ان بص يا كابتن احسن واحد في مصر دلوقتي بيقلب الطريقه سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر هو حمدي فتحي. خلاص انت النهارده عايز تلعب ب 3-4-3 حمدي فتحي بقى هو الحل في مصر كلها. وما شاء الله ربنا يحميه لان فعلا الوحيد اللي بيعملها 10/10 بيعملها نموذج ازاي بيسقط ورا، ازاي بيدافع، ازاي هو اصلا قصير وبيطلع يعمل تيك اوف بياخد كل الكرات، ازاي بيبدا هجمه، ازاي بيكمل في وسط الملعب وبيطلع النني او السوليه اللي قدام وهو اللي بيبقى محور ارتكاز رقم 6 بيعرف يقطع الكره كويس قوي. فهو حمدي فتحي اللي منجح له الطريقه دي كلها وهو اللي مخليه خلاص ان ممكن زي ما خالد كده بيقول ايه ان طارق حامد ممكن يبقى بعيد شويه الفتره دي. تمام. ليه محمد صلاح هو صانع البهجه في المنتخب الوطني او صانع الاسيست باللغه العربي؟ يعني هو صانع الهدفين اللي هو لا ده صانع كل الاهداف، هو بيستلم الكره بيوصل اي حد مره واثنين وثلاثه، ليه دوره متغير والناس دايما تطالب تقول لك اه بس محتاجين ان هو يروح ويجيب اهداف ويشتغل بسرعات زي مع ليفربول مع اختلاف الظروف؟ فكرتني بمره كده كان واحد مصري بدون ذكر اسماء يعني بيلعب في الخليج،
فكان اللعيبه زمايله يقولوا له ايه انت لازم تروح تجيب الجون ولازم ترقص ولازم ترجع تدافع عشان انت بتاخد فلوس اكتر مننا. فمؤاز وهم كانوا بيشتغلوا كموظفين يعني كانش لسه الاحتراف دخل قوي ده زمان يعني، فكان يقول لك انت تعمل كل حاجه. فهو محمد صلاح عشان هو ثالث احسن لاعب في العالم فهو المفروض هو اللي يدافع وهو اللي يباصي وهو اللي يشوط وهو اللي يجيب الجون وهو اللي يضرب وهو اللي يتمسك. احنا لعبه جماعيه سيف، لعبه جماعيه من 11 لاعب. 11 لاعب رمضان صبحي ما راح احترف، احترف في نادي اي كلام يعني من الانديه الضعيفه جدا. رمضان لو كان بيلعب في ليفربول غير ما رمضان يلعب في نورتش سيتي او في انديه صغيره. محمد صلاح لو بنجوميته بامكانياته الفظيعه لو راح لعب في مثلا فولهام ولا نيوكاسل مستواها هيتغير عن انه بيلعب في ليفربول، لان ليفربول بيلعب مكانه جنبه مين؟ بيلعب فيرمينيو، بيلعب ساديو ماني، بيلعب فان دايك، بيلعب ارنولد، بيلعب لعيبه جامده جدا. فانت بتكون جامد جدا في وسط اللعيبه الجامده جدا. تمام، لكن ما تقعديش تقول لي منتخب مصر لازم محمد صلاح يجي يلعب يجيب الاجوان، هو اللي يباصي، هو اللي يشوط، هو اللي يرقص، هو اللي يلعب. لو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي يبقى يا عم محمد صلاح يا عم انت جامد في ليفربول وجاي تقعد بقى تقرفنا هنا وما بتعملش حاجه وبتاع. مفيش الكلام ده، احنا لعبه جماعيه. لعبه جماعيه. محمد صلاح مؤثر مع منتخب مصر، محمد صلاح مؤثر مع منتخب مصر. ما تقعدش بقى تبصوا لاخر 3 4 ماتشات. هو مين هداف اخر 10 سنين للمنتخب؟ صلاح. مين اللي جاب اجوان في كاس العالم؟ مين اللي جاب الجوان في الاولمبياد اللي قبليها؟ لا انا مقتنع كده جدا. مين اللي جاب الجوان في 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 في, في اللي وصلتنا لكاس العالم؟ إيه؟ ماتش الكونغو. لا انا قصدي يا خالد ايه اللي مخليه اخد الدور ان انا بشتغل بالاسيست؟ يعني انا بستلم اخد 2 3 افضي الملعب اودي ده واودي ده واودي ده. لان خلاص العين بقت عليه. النهارده على فكره الباك ليفت اللي لعب عليه كان لعيب كويس جدا. ماتش انجولا ده لو شعر ده لعيب كويس. ده حط السرول النني ما بينهم حاجه بصراحه. فهو لعيب كويس. ولعيب واحد صاير واحد يعني كل واحد عايز يصوت على محمد صلاح. بلاي ستيشن بيجمع ناس على خط واحد ويشتغل يعني. بص في كل واحد عايز يتصيط على محمد صلاح. اي باك ليفت عايز يلعب او هاف ليفت نازل يتصيط على محمد صلاح. نازل هديك كوبري مش هترقصني، هضربك واحده. هو كده هو نازلين اذا كان ثلاثة من الجمهور نزلوا عايزين فانيله محمد صلاح. واحد من لعيبه قال لك رقم 9 ده قال لك انا امنيه حياتي انا خدت فانيله احسن لعيب في العالم. فالوضع مختلف وصلاح نجم كبير وطول الوقت هتلاقي الناس ماسكاه وطول الوقت بس هو عارف بيعمل ايه؟ هو عارف وبيلعب على ملاعب مختلفه واجواء مختلفه وقصه مختلفه. اكرم توفيق ليه بديل ولا حجز مكانه خلاص؟ لا في منتخب؟ لا ملوش بديل. ملوش بديل دي حقيقه. حجز مكان بقوه يعني. هو محتاج بس كمان بس شويه التهور النسبي اللي هو يعني سنه كده في السرعات اللي هو امتى اقف امتى فرمل امتى يعني في حاجات كده مع الخبرات هيكتسبها هيبقى احسن باك رات في مصر خلاص يعني. مين بينافسه دلوقتي؟ مفيش حد. مش شايف حد اصلا للاسف يعني. يعني بص يا كابتن في اماكن معينه بتبقى ملهاش حد يعني سبحان الله. يعني مثلا جه ابراهيم حسن مثلا في الباك رايت قعد فتره كبيره جدا قامه كبيره جدا وفي المكان ده انا لعبت معاه كتير قعد فتره كبيره جدا وحجز مكان فتوح ليه منافس؟ فتوح ليه منافس كتير. ليه مين بقى؟ ليه في تقدر تخلق كذا حد يعني. في عندك ايمن اشرف ممكن تخلقه في المكان دوت. عبد الله جمعه لو ركز ورجع تاني زي زمان لما كنا بنطالب ان هو يلعب. بس عبد الله انا ما اعرفش هو امكانياته ايه الفتره ديت. لا في لعيبه تانية تقدر في المكان ده كويس. فتوح ينافس ايمن اشرف؟ ايمن حاجه وفتوح حاجه. ايمن اشرف لعيب دفاعي اكتر. دفاعي اكتر بس نسي المكان، نسي الحته دي. خلاص انا لعيب بقالي 3 سنين بلعب في السيرد باك ببتدي هجمه من ورا يعني خلاص طريقه لعبي مختلفه. الباك ليفت يعني التزاماته واجباته مختلفه. مين ينافس فتوح؟ فتوح في عبد الشافي نفس فتوح بس هو كبير في السن. المنتخب. نعم في المنتخب. مع عادي مع عبد الله سعيد 36 وعبد الشافي 36 واحمد فتحي 36 والراجل ما تبصش السن يعني. عبد الشافي انا بشوفه لعيب كويس. عبد الله جمعه زي ما قال محمد حمدي لعيب كويس برضه في بيراميدز. قصدي يعني في لعيبه كويسه في الباك ليفت. هو عبد الله افضل ولا قفشه؟ طب ممكن اقول لك حاجه بس ما حدش يزعل مني يعني. اتفضل. انا منتظر من بعض اللعيبه اللي عامله بوم في مصر وفي بطوله افريقيا مع الفرز الثالث والرابع في ماتشات اللي هي انديه افريقيا اللي احنا بنلعبها دي. ده فرز ثالث ورابع اللعيبه اللي بنلعبها.
انا منتظر اللعيبه، لعيبه مصر النجوم، عايز اشوفهم قدام تونس، قدام السنغال، قدام الجزائر، نيجيريا، قدام نيجيريا، قدام غانا، قدام الكاميرون، قدام كوت ديفوار، قدام الفرق دي، وعايز اشوفهم في كاس الامم الافريقيه. عايز اشوف ده وكاس العالم ان شاء الله. وكاس العالم قفشه لعيب كويس جدا جدا جدا، لعيب كويس، وعلى فكره قفشه لعيب كويس لعبا وخلقا طبعا طبعا، وده اللي بحترمه فيه جدا. لكن قفشه عشان اقول عليه لعيب كبير ولعيب مؤثر مع المنتخب، هو حتى الان لعيب كويس جدا مع النادي الاهلي، لكن مع المنتخب، منتخب لعيب عادي حتى الان. حتى الان اللعيب يعني الافضليه لمين دلوقتي؟ عبد الله السعيد من الواضح هو لعيب كويس، بس من الواضح ان السن ابتدى ياثر عليه، السن ابتدى ياثر عليه. يعني انت لو انا بشوف اللعيب مثلا في الحته دي اللي واعد جدا، ابراهيم عادل. يعني ابراهيم عنده شخصيه، مواليد 2001. يعني عبد الله وقفشه من وجهه نظرك مين دلوقتي؟ ايوه قفشه دلوقتي. قفشه بس ما اقدرش برضو اقيم الا اما اشوف، لان انا عبد الله السعيد شفته في مستويات سابقه في كاس الامم وكده، وضد فرق كبيره. بص اللعيب الكبيره سيف يبان في الماتشات الثقيله، صح، الماتشات الكبيره. ولسه الجيل ده ما لعبش قدام يعني احنا لعبنا قدام انجولا كنا مغلوبين 2-0، لعبنا قدام الجابون كنا مغلوبين 1-0، يعني فاهم قصدي؟ لعبنا قدام جزر القمر، لعبنا قدام لا احنا عايز انا عايز اشوف قدام الجزائر بقى المرحله الاخيره، ده اللي يبان. فك شويه خمسه عشان عايز يطلع فاصل، عايز يطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. نشوف الفاصل هيعملوا بعد ايه، راجع لكم تاني. عايز ارجع بقى، وقتي خلاص يعني بيقترب كده من الانتهاء. سؤالين صراع جدا لكابتن خالد وكابتن هشام. كارتيرو مكمل في الزمالك؟ كارتيرو مكمل في الزمالك، هو لنفسه اللي قال لي الكلام ده. انا يمكن اجتمعت بيه في اول تدريب، طلع بيجي هو قبل التمرين بساعتين كده، طلعت قعدت معاه بتاع نص ساعه زي ما. وقال لي تخيل، والله العظيم هو اللي قال لي كده بالظبط، قال لي تخيل يا خالد وانا في دبي. هو كان في دبي على فكره، يعني لما كان في اجازه كان في دبي. قال لي وانا في دبي كميه وكلاء لاعبين بيكلموني من قطر ومن الامارات ومن السعوديه، لدرجه ان انا قفلت موبايلي. هو قال لي كده، قفلت موبايلي. يعني فكره اي كلام طبعا طبيعي ومنطقي. كارتيرون شايفين الزمالك عنده مشاكل ماليه، شايفين انتخابات جديده، الناس جايه، ناس رايحه، معظم الوكلاء عايزين يستفيدوا ماليا. فكارتيرون ممكن يجي له عروض من انديه في الخليج وبتاع، فهستفيد ماليا ان انا اعرض عليه نادي معين، نادي معين، لكن هو رافض تماما زي ما قلت لك بالظبط. يعني كل دي اشاعات، قفل تليفونه لاي. لا 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 مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. وهو الراجل عايز يقعد في نادي الزمالك وعايز يكمل، بس هو طبعا عايز استقرار اكيد، وعايز مجلس منتخب، وعايز يكون في استقرار مالي. اي واحد يعني الافضل يكون في مدرب عام ولا على وضعه كده؟ انا شخصيا هو رافض تقريبا، بس انا شخصيا مع المدرب العام، لازم يكون في مدرب مصري، لازم. اصل انت معلش مستر كارتيرون، مع كل احترام والتقدير، حضرتك كسبت بطولات وخدت الدوري وانت معاك مدرب عام مصري ومدرب مصري، فما جيهم الاثنين مشيوا فانت تقول لا انا مش عايز حد، لا لازم يبقى في واحد على الاقل، يعني صح. واحد على الاقل. في تصريح للكابتن بركات امبارح قال ان استبعاد قفشه، استبعاد محمد شريف، استبعاد زيزو وطارق حامد، انت عارفه؟ ما عرفت. لا لا هو قال قفشه وشريف بس، هو قال قفشه وشريف بس. انا زودت يعني لازم لا ما هو لك قفشه. لا على فكره ميدو اللي قال له، ميدو اللي ساله. انا قلت ادخلكم في الموضوع. لا طبعا كانت الايام قامت. طبعا تصريح يعني عشان هو كان راجل في المطبخ ومدير الكوره، كان هو مدير يعني مدير فني مصري، ما يقدرش يستبعد. طبعا في حسابات جماهيريه وحسابات اعلاميه بتبقى صعبة، لكن انت ورا الاجنبي دايما بتساند عشان انت خلاص شايف في فكر معين راجل عايز يعمله، فهتسمع الكلام خلاص، لان انت كمان مش هيبقى في وقت التغيير تاني. على فكرة دي ايام قامت برضه. يعني مع كيروش. لا 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 بس لا مصر. لا 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 الحديث اخذ 10 دقايق وبعد كده داعمين يعني. بالظبط. لا خالف ايه؟ لا لا قصة مختلفة. لا لا الموضوع مختلف. لا يعني حط انت نفسك ايام قامت برضه. حط نفسك انت لو انت النهارده مدير منتخب مصري وانا هنا اجنبي، انت بتاخد قرار وانا باخد قرار. الاعلام تحدث اكتر
في استبعاد أفشة وشريف ولا استبعاد زيزو وطارق؟ أفشة وشريف. أفشة وشريف. آه طبعا أكتر. بصوا احنا بن بن بندوس عشان اللعيبه اللي بيلعبوا في انهي نادي ولا بندوس عشان امكانيات اللعيبه؟ امكانيات اللعيبه. لا احنا بندوس عشان اللي بيلعبوا في انهي نادي. انا بقول لك احنا في مصر يعني. كده احنا في مصر كده لو على امكانيات. لا امكانياتهم كويسه بس يعني في البديل يعني في مثلا البديل الاربعه. ايوه محمد شريف معلش هو محمد شريف لعب ليه هاف ليفت. ليه هاف ليفت عشان مصطفى محمد هو الاساسي. ولا انا غلطان؟ وهو محمد شريف لعب لهاف ليفت عشان مصطفى محمد هو الاساسي. لو عمر مرموش رجع مين هيلعب؟ محمد شريف ولا عمر يعني قفشه دلوقتي عبد الله السعيد اتغير. ما نزلش قفشه ليه؟ ليه قفشه ما نزلش؟ يعني ليه ما نزلش؟ ليه اعتمد على مين؟ يعني انت شايف الاربعه عندهم بدائل؟ ايوه ما بقول لك طارق ما بيلعبش اساسي. طارق حامد ما بيلعبش. على فكره من ايام حسام بدري كان كابتن حسام بدري ما كانش بيلعب طارق اساسي على فكره. تمام. طارق حامد اساسي وزيزو ما بينزل 10 دقايق ربع ساعه ما بيلعبش اساسي. طيب الاربعه عندهم بديل صح؟ لا مين اللي ما عندوش؟ شريف وقفشه ما فيهمش بديل. مش بديل؟ ماشي. يعني مصطفى محمد مش بديل لشريف؟ لا بتكلم جد والله. في الاربعه دلوقتي انت استبعدتهم وممكن يبقى في بديل. لا انا بقول لك هم الاثنين دول هم مش اساسيين. هو مصطفى محمد شريف؟ يلعب. كابتن خالد شرفتني ونورتني. الله يخليك. بشكرك. بس انت ختمتها كده. لازم كده. على القفل لازم. كابتن هشام شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا. بشكركم شكرا جزيلا كابتن خالد غندور كابتن هشام حنفي. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على بكره على الف خير.